اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، أوله وآخره. أهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تشكر، وأهل أنت أن تذكر، وأهل أنت أن تسأل. وأنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا كريم العطاء، يا واسع المغفرة، يا غافر الذنب، يا ساتر العيب، يا كاشف الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتول أمرنا واقض ديوننا واشف أمراضنا وأصلح أبناءنا وبناتنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا سامع الصوت، يا كاشف الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا عالم ما في الصدور، يا عزيز يا غفور، يا مالك الملك والملكوت. ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ولا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لا تبور. وثبتنا يا ربنا بعد رمضان على الصلاة والاستقامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا الموحدين، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، وارحم يا ربنا الضعفاء والمساكين والجوعى والعطشى واليتامى والأيامى والحيارى
والثكالى في كل أرض وبلد يا رب العالمين. واحفظ يا ربنا المسجد الأقصى وأهله، اللهم احفظ مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.